Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. الحنطة السوداء هي بذور وليس حبوب. هي خالية من الجلوتين. بتساعد على إنقاص الوزن وبتقلل الشهية. بتحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف. هي كتير روعة. هي من الأطعمة الموصى بها لمحاربة العديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري. هذا شكلها. نطحن 1 كوب من الحنطة. ممكن احنا نستخدم دقيق الحنطة يكون جاهز، ولكن انا بحب اطحن عندي في البيت اضمن لإلي. هي بتساعد على التخلص من الأرق، كتير روعة هي. مثل هيك لازم تكون. ممكن احنا نجيبها طحين جاهز. نوضع 1 كوب من دقيق الحنطة اللي احنا طحناه. مكوناتها كتير بسيطة وقليل من الملح حسب الذوق. الملح، رشة ملح حسب ذوقكم. وانا وضعت ماء بالتدريج، ولكن هي اخذت لكل كوب من دقيق الحنطة كوب من الماء. نعجنها تكون هيك مثل الرمل، والسبب انه هي خالية من الجلوتين. نوضع البذور، هي اختياري البذور. شو عندكم بذور في البيت حابين توضعوها اوضعوها، هو اختياري. بذور الكتان او تشيا او السمسم، اي نوع هو اختياري من البذور. نحمل الفرن مسبقا على درجة حرارة 150 درجة مئوية. بنحميه من فوق ومن تحت. ويفضل بنقسمها الى مكعبات صغيرة، السبب انه هي خالية، الحنطة دائما خالية من الجلوتين. الجلوتين دائما بربط العجين دائما ببعضه وبخليه مطاط. نشعل الفرن من الاعلى والأسفل، ونضع الصينية بالرف الأوسط. نضع المدة تقريبا أخذت 40 دقيقة. المدة لازم أنتوا تركبوها، يعني تركوها 40 دقيقة بالفرن. هيك جاهزة، نتركها حتى تبرد تماما. دائما المعجنات اللي ما فيها الجلوتين بتكون غير متماسكة، لهذا السبب يجب التقطيع مسبقا الى قطع صغيرة، عبارة عن لقيمات مثل هيك صغيرة، لانه هي غير متماسكة. هي صحية كتير، واحنا ما ضفنا عليها اي نوع من اي اضافات، ودائما يجب استشارة الطبيب، وخاصة من لديهم مشاكل صحية. بارك الله فيكم، في امان الله. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.